انا ام ابوها فاطمه صوبني دهر البين من ودعت طه النبي بقلبي حط سهمين جرعني لوعات وغصص بحشايه شب ناريه نار الغدر بيسرت ونار الفقد ياسين صفى محي نهر جاري حفر من عند الوجين صرت نوحا كل نهاري وما طبق لي جفين دنيتي بعد عدم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي يا ضلعي من كلتها دنيا ويايا بجد والمصابي ليلة حنت وبحزنها تقبعت صارت تنادي بألم كل ركن بي يا ضلعي يا ضلعي حال الهدم حال الهدم خاوى الألم من بدر ابويا غاب نوب بحقد جاروا علي لتسموي أصحاب تعنوا لعيد داري بجهل جمعة وحطب عالباب شبوها نار النايبة طحت أنا بالعتبة صح صبري ينعي عمري ويصرخ بلوعة وهضوم علي صبت كل غدرها نايبة وأهل الظلوم حسرته تبدي الجسم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي أسأل وناشد يا سبب فوق المنية تحوم صرت أصرخ بصوت الحزن يا ريت أبويا يقوم يرد علي خصمه مو طغى وخلاني أبكي دموم طيح لي محسن شو ظهر حقد اللي يسيل سموم قمت أنادي آية فضة
ضلعي بالعصر انكسر وابني شفته قبالي مرمي صرت نوحي من القدر وليدي من عمر حرام كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي الذي كان الملك ينبع بيض وشموع من يدخل البيت بإذن يمي يقف بخشوع شوت علي صوت الفاجعة خلاني أجري دموع يوم نزل ناعي الأجل خلى القلب مفجوع هام فكري وطاح صبري عقب ابويا تروعت غاب بدري ضاق صدري شقد مراري تجرعت الباري بحوالي علم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي كل ركن بي الهدى